وسط حشد كبير من الإعلاميين والصحفيين ووري الثرى واحد من أبرز الوجوه السعودية في فضاء الإعلام العربي، وصفه الكاتب الصحفي يحيى الأمير في تغريدة نعاه فيها: كان روح الرياض وأناقة بيروت وصخب القاهرة وفخامة دبي، كان كل المدن حبا ووفاء لأصدقائه وصدقا بابتسامته، فقد التلفزيون وجهه الجميل وعقله المتزن، قالها الإعلامي السعودي علي الضفيري في تغريدة على تويتر. نعاه إعلاميون وفنانون عرب في مواقع التواصل الاجتماعي، كما عبر رفاقه ومحبوه في تويتر عن مشاعرهم التي آلمها نبأ وفاته. أصدقائي المشاهدين، كانت هذه السهرة لهذه الليلة، إن شاء الله تكونوا قد قضيتم معنا وقت طيب وممتع. من الرياض إلى بيروت والقاهرة رحلة طويلة، محطات إعلامية غير ثابتة عرفه من خلالها العرب في مسيرته الممتدة لأكثر من 20 عاما. سعود الدوسري الذي بدأت مسيرته إذاعيا عبر أثير الرياض التي لم يلبث فيها طويلة، حيث منها انطلق إلى إذاعة MBC عام 94، وبعد عام واحد حصد الدوسري جائزة أفضل مذيع عربي في إحدى المجلات العربية، ليظهر تلفزيونيا لأول مرة عبر MBC في تجربة قصيرة أولى عاد إليها في فترات متقطعة حتى عام 2008. قبلها كانت أوربت محطته الثالثة، فيها قدم برامج فنية بين حنين وفنون وليلكم فن، كانت شهرته في نهاية التسعينيات قبل أن يقرر تقديم برنامج اجتماعي شهير على ذات المحطة من الرياض التي استقر فيها حين ذاك. جائزة أفضل إعلامي عربي تذهب إلى سعود الدوسري. وبين دبي وبيروت والقاهرة والرياض قدم الدوسري برامج عديدة استضاف فيها وجوه الفن والثقافة بعيداً عن صخب السياسة، ليتوج عام 2010 في الأردن بجائزة جوردن أواردز كأفضل مذيع عربي. بالشكر تدوم النعم، شكرا لمن أحسن الظن فيني وورطني بهذه الورطة، شكرا. طبعا وقبل أن يترجل عن الشاشة وليطمئن قلبه، كان ظهوره الأخير هادئا في برنامج تنويري على غير عادته في رمضان الماضي على شاشة روتانا خليجية مع المفكر الإسلامي عدنان إبراهيم، ليتوقف قلبه فجر الجمعة في مدينة الأضواء التي لطالما خطفته عن عمر ناهز 46 عاما. لبرنامج الراصد، عبد الرحمن بن مزيد.